مرحبا. مرحبا بك انت. مرحبا. قد من روح. انا هشام اسمي. سي هشام، اليوم نحكيو على التشغيل الهش في تونس. مئات العمال التوانسه يخدموا في ظروف خايبه على الاخر، ما نقولوش عبوديه. انا نقول لك ستار تونس هكا قاعده تخرس، وفما ناس عندها تجار حتى في سبان الانتريت فماش. يكون مش ياخذ انتريت 700 800، يخرج يقعد 300. هذه راهي موجوده من السنين لله، من وقت حتى برقيبه. فهمت يا خويا؟ ما يلزم هذه يوقف بها رئيس الجمهوريه السيد قيس سعيد، لازم يقوم بها في اقرب وقت ماذا بها. المعيشه نتاعها تعبه. فهمت؟ انت العقد اللي كنت فيه تخدم فيه كيفاش؟ انا والله انا خدمت في كوشه، خدمت في مرمى، خدمت واحد، مشيت نشوف الانتريت والله ما لقيت حتى نهار صبوا علي. خدمت 17 سنه ما فما حتى نهار صبوا علي. قعدت سنه 17 سنه باش شفت روحك صب ولا؟ والله قالوا لي ما عندك شيء، ما صبوش علي. فهمتي؟ وليت نخدم مع واحد عامل يوم كل ما ناخذ في جرناطه. اليوم شنو تعمل؟ تخدم في بالطبع؟ خويا ناخذ في جرناطه حلواني ونروح على روحي. هو لقيت فيه الخير. حلواني انت اليوم؟ اي نخدم بها معه، مش نصنع بها معه في كنتوار. وماشي الحلو؟ هكاك باهي، كان ماشي تو ولات الفارينه والزيت وكل واحد. عيشة نتاع بسكولة. بنتي شنو تبيعوا الحلو ولا بيعوا المقروض، نبيعوا الليوم، نبيعوا البسكوت، نبيعوا كعك بالتمر. حانوت معروفة بترونجي. كتحب يجي يجي من عام 67 تخدم. مشهورة الحانوت. هذا مع خوك؟ هذا مع خوي. بعقد ولا بلاش عقد؟ لا بلاش عقد، نخدم نمسك بخويا نحمد ربي نقيد معاه بلاصة. عامل يوم. نحكيو اليوم على تشغيل الهش. مئات يخدموا بعقود. عندك في العائلة شكون يخدم هكا؟ في العائلة عندي كيما ولدي، شكون كيما ولدي؟ ولدي وناس اخرين نعرفهم برشا برشا. ولدي كيف شنو يخدم؟ هي تو فرق بالجرنو ولدي، عمره 21 سنة، وصل قال لي نحب نحرق، منيش تعرق وليدي؟ اصبر قلت له على الأقل لك صورك 20,000 حتى يا عم ربي نايم. نهار ب 20؟ 20 دينار. مؤسسة إعلامية ذي؟ خليك تو حل جديد هذي. عندها شهرين 3 أشهر من الحل. فهمتي؟ يخدم الصباح من 8:30 نهار ونص، بعد حتى 5:30 ويروح 20 دينار، نهار السبت يعطيه 120 دينار. باهي. وقال لك شنحرق توا؟ قال هيك وقتاش وكيفاش؟ قال لي نحرق. قلت له فما حرقه يقولوا طلموا لك شويه فلوس مشي 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 في الطياره. البحر لا، قلت له هم 5,000 6,000 البحر. انا بحر ما نرضاش عليك. هيك ما تحاولش تلقى له حل؟ باش ما يقعدش خام في الحرق. انا نقعد نعمل له حل، انا كان يدبر بلايصه باهيه ورسمي يعطوه حقه نخلي يركع لنا. مثلا علاش بيصور 30 دينار 40 دينار؟ فماش. ما كيفاش ياخذ 40 دينار و30 دينار في النهار، يجي اخر شهر ما يلقى عنده حتى شيء معناها، كيما يكون شهر وشهريه على الاقل مقبول. كي يقعد 30 و 35 40 نجم يفضي يخبي شويه فلوس، خاطر انا ناكل حتى من جرناتي ما نضيقهالوش، مش كيباتنا على قبل مضيقين هنا. هات المصروف هات نحن لا. يجم يصرف 20 و20 يخبيهم يقع روحه هكاك تعيسه. توك قص على قرايته هو؟ قص على قرايته وخلك شوية قص على قرايته. فهمتي؟ المعيشة على مرد الله، ومش من مش من الرئيس، الرئيس خطي مش تو نتكلموا خاطر نحن خاطر رئيس جمهورية، رئيس قاها بلاد فارغة. فهمتي؟ رئيس جمهورية ما عنده يعملها، قاها بلاد فارغة، حب يهزها ويحسنها و العباد هزت الدنيا كما حبت هكا. انت تعرف علاش ما شجعتش ولدك انه يكمل قرايته؟ ودي قيدته في الحجامه اللي ركح لي، قيدته في الصنعه اللي ركح لي، قيدته في التكوين اللي ركح لي، نصرف عليه دخل منا خرج منا، ما حبش تدخل له الحكايه دي. كده هو في مخه الصفر والحرق. ايوه قلت له كذب عليك ربي، تلقى خرج رجلوه. نسيت كلمش عليك جماعة غادي من فرنسا نعرفهم، أما هكا ودي بحورات رويقة هذايا. اليوم الشباب الكل يخمم هكا، يقول لك أنا مانيش باش نصور. ماتوا ألوف راهو مش فاعل، راهو ماتوا ألوف. خي قيس سعيد بعضهم هما قتلوا الواحد. عندك جيرانك كاين؟ برشا عندي، والله العظيم عندي في ترونجا من الباتسيري بتاع خويا. بالله العظيم فما اللي حرقوا تقريبا 100 120، فما اللي ماتوا نعرفهم. تعرفهم كيفاش؟ فما واحد اسمه هذا وتعاملوا مات اسمه، كان يترنى بوكس امريكان وكان بربسير اسمه هذا، مات في الكمينه تاع الدلاع وقت فتش. كيفاش في الكمينه تاع الدلاع؟ مات تحرق في الكمينه تاع الدلاع وتعاملوا في الفريغو. صعب وقام خرج، هو ما حبش يقوم، قام جامد ولد شباب الدنيا محلاه.
قداش عمره؟ 23 سنة. بوكس أمريكان وبروفيسان وهز كوبات ولا يبيع في المرقاس، ما عاد في البلومي. جبدة تقع. هذا ولد مسكين ما كسبته أمه ما كسبته كان هو. اليوم برشا شباب قاعد يموتوا قادح. أي برشا برشا ماتوا. واليوم الغدا مش فاكين. وقيس سعيد ما عنده ما يعمل، خذاها البلاد فارغة. من مساندي قيس سعيد؟ ها؟ أه؟ مساندي قيس سعيد؟ ما عنده ما يعمل، قيس سعيد خطيه، خذاها البلاد فارغة. كيفاش نصلحوا البلاد اليوم؟ يصلحوا شوية الصبر، أنت وأنا ويعمل مجهود معك الناس كما تحكي هذوما يزيدوهم شوية شهرية، يولي يركحوا ونجم يهزها البلاد. قيس سعيد يلزمها مدة مدة باش تولي مريقة. قلت لي شوية صبر، صبر ما ياكلش الخبز، الناس اليوم ما عادش قادرة تقضي معاش. ما عندهم الصبر كيفي أنا. ما يعرفوش الصبر، مش مارسينها البلاد، كون جاو مارسينها خاطر تو بربي تزيد تحرق بثمانية تسعة منين. تحل بيهم ربع خمسة نصب هنا تصور بيهم 60 70 دينار، أنا وصلت نصبة وصلت نصبة وقت الفلوس فلوس عملت بها 25 مليون نصبة وعرست منها وعملت نصبة ب 100 دينار وسلت ما عند واحد اللي لقى لي برا خوذها. ما يعرفوش التجارة وما يعرفوش يتعبوا هما شي بنك شي حرقوا شي قا سهلة. سنين طلع لي البرد فك النصبة ولميت فلوس وعرست بهم مشاو على رواح ب 100 دينار وخذيتها ما عند واحد قال لي خوذها ما هذيك برا مشي في الباساج. نسبة شنو هي؟ نبيعها بالدخان ومعسل جيرك. علاش ما قعدتش في الخدمة هذه؟ ولات خويا برد وكبرت شوية وبقى على بعد وليت نخدم مع واحد في حانوت ما طلع لي السكر وجاتني جلطة وليت بعت منها. فهمت هذيك الحكاية. أنا عايشين الحمد لله مش نقول نكفر نحن أنا عايشين. لازم شوية صبر ولازم الناس تعاون قيس سعيد. ولازم مبالغة للرئيس لازم الناس تعاون قيس سعيد. لازم قيس سعيد الناس تعاونوا. المسؤولين انت اي يعاونوا قيس سعيد ما يرخوش عليه يلزم يقفوا معاه خاطر هو واقف راهو يلزم الناس تحبوا تو يحبوا ياكلوا اللحم ويحبوا يعيشوا تو لا شويه الصبر هذا مبالغه قد تقدر ونحكي فيها هكا فهمت انا عندي ثقه بقيس سعيد والسلام عليكم. اي واليوم الانسان لازم زاد كمان يلقى حل انه باش يخدم لازم يستثمر لازم حتى مبلغ بسيط يحل به حاجه ولا شو 8 منين 9 منين انا قبل لو كان عندي 8 مليون 9 مليون بفكر 87 نرد 100 مليون. الدنيا مسيبه وقت واحد. بيك صايبه تمشي تعرق كيما المراه اللي مشات بعد دارها جاو في بالك جاوز ولادها ماتوا والدار خرس منها ولا تسكن برا. بعد دارها. يعني هذه؟ جاب امراه مدتها تو 5 أشهر ولا اكثر. جابوا لها ولادها موتها ودارها باعتها. تو تبيع دارك على ولادك. بصي حرقوا اي ريت هاك تشوف انت ترجع كاسات تشوف انت خويا شكرا لي هيا سيدي ربي عايشك.